واكيد راح يتخفف الحكم. احنا هي لا بس انا صراحه بعرفش ليش احنا عندنا انه 16 سنه يعني 16 ولا اكثر الفتر يعني بدوش يموت مات وهم بجرجروا فيه. بس انت شاطره فتفاجأ يعني الجندي شو بدك في الضابط. حكيت له انه انا ابني طالع له فترة اكثر من ساعة وخمسة واربعين دقيقة وانا شاكك انه هو اللي على الحاجز. فمباشرة يعني ورجاني صورة من المحمول تبعه تبع رجل المخابرات. يعني نظرت في الصورة الله يرحمه كان يعني ممدد على الارض مصورين وهو مستشهد. أنا أشعر محمد كأنه استشهد هاي اللحظة، ولكن بما أنه محمد معي حاليا وأنا إن شاء الله تراب هذا الوطن راح يحتضن محمد وجثمان محمد فهي راحة نفسيا أولا يا أخي. اليوم في محور تعز نقوم بدفع مرتبات الجيش الوطني على أسس ثابتة وعلمية بالبصمة وبوجود الشخص نفسه من أجل هدف بناء جيش وطني هدفه الدفاع عن الشرعية وعن الدولة وعن الحرية وعن كرامة الإنسان. وهذا الجيش لن يدفع أي مرتب إلا يدا بيد وإلى يد الشخص المقاتل نفسه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء. لما دخلنا القاعة الصلاة هناك كان المصابين وكان بعض الجثث اللي توفاهم الله ورحمهم الله رعاهم الله من الشهداء. كان في دم كثير؟ كان في دم وكان في مع الأسف كان في أطفال كذلك، كان في زوز معناها ولدان يعني معهم أبو مع لا مش مصابين الحمد لله ولله الحمد لم يصاب من الأطفال أحد. It's just like it was all in the same nested part of the تو انسان يتقن معناتها حتى متدرب على الصيد وكل معناتها الاسلحه هذه متمكن منها معناها
معناتها خاطر لما تشوف الجسم معناتها هذا القاتل معناها ليس سبحان الله قول طفل صغير معناها باش يكون بالطريقه هذيك ما يقدر يعمل الامر هذا لما يكون متدرب في الامر هذا. فجأنا من هالقرار شو يعني مستقبلنا شو كيف يعني مستقبل أولادي مستقبلنا كيف أولادي بطلوا بالشغلة أولادي هذول الصغار من المدرسة بطلوا ما بدنا عراق نهائي بعد ما في أمان بدي مستقبل أولادي أهم شيء. خلال الأسبوع الماضي لوحده كان من المفترض أنه 800 لاجئ من حول العالم يتم إعادة توطينهم إلى أمريكا. إذا نستند على المعدلات الشهرية لآخر 15 عام تقريباً في 20,000 شخص من المفترض كان أنه يتم إعادة توطينهم إلى الولايات المتحدة خلال 120 يوم اللي بيشملهم التعليق. الحمد لله رب العالمين، هذا هو المشروع الثالث في منظومته، وهو دائما مشروع متعدد الأغراض، ويتكون من محطة لتوليد الكهرباء 320 ميجا واط إلى جانب إعادة الحياة لمشروع حلفة جديدة. هذا المشروع كان حلما يراود أهل السودان منذ السبعينات، فطبعا هذا المشروع في الأول لما تم التفكير فيه سنة 70 كان على أساس أنه مشروع لمعالجة الآثار الترتبة على الإطماع في خزان خشم القربة، وترتب على أثرها أن نقصت مساحة مشروع حلفة الجديدة. كل الحقب والمراحل التاريخية وضعت بصمتها في هذا المبنى ابتداء من مرحلة تأسيس المدينة في القرن الرابع قبل الميلاد كمستوطنة فينيقية في بداية الأمر، فيما بعد عندما دخلت المنطقة تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية، غزو الوندال، البيزنطيين، الفترة المسيحية
فترة الفتح الإسلامي وفترة الغزو الإسباني وما تلاها وفترة الاحتلال الفرسان مالطا لمدينة طرابلس. هاي تفضلي. هذا المسجد الحقيقة أن متحف بيت الغشام يعني منذ تأسيسه وحتى الآن يدمج بين قضية الزيارات المتحفية وكذلك بين الجانب الثقافي من خلال الكثير من اللقاءات الإعلامية والأدبية واللقاءات أيضا الفنانين والرسامين. هو عجبني في المتحف المقتنيات الموجودة الأثرية القديمة، وعجبني في من ناحية الترميم. أكثر ما يؤسفني أن يشتري مني أصحاب قاعات الفنون أعمالي ويجبروني على إزالة اسمي ويبيعون لوحاتي بأسعار باهظة. بعض الرسامين المنتشرين في الشوارع وعلى الأرصفة جيدون إلى حد ما، ولكن بالنسبة لنا فنحن بحاجة للرسامين على مستوى معين وممن حققوا إنجازات في عالم الفن.